والمجدع. ولد ولد ها لا دك عام عزبة ومية اوه 5200 لا 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 5300 علي ستة ستة الام اكويهم ومية سالمجدع سبعة سبعة الام سبعة الام سبعة الام ومية عند سالمجدع سبعة الام ومية عند سالمجدع سالم ارخو سالمجدع يقول ارخو كم كم خلاص كم عليك 7100 كم 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 لا عطيك 7100 عليك سوي نفسك من عليك 7100 عندي اجي هلا انا ها ها تعال 7100 سجلوها يا اعداد يا عيال خروج من القريه مزوج خلاص شباب خروج من القريه اسمع ها خروج من القريه ها 100 5000 5000 من ناحية ها 15 20 30 40 خلاص 40 عند من 40 عند من 40 40 قال لا 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 وراك ال 40 هو والله نايف 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 40 نايف 40 40000 يلا واحد يلا 40 قول نايف 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 40 تعال يا عيال مين يجاوب يلا تصيد البراي احد عنده زود على الاربعين اربعين اربعين تستاهل يا عيال 41 سالم اول مره تستاهل ويسوون فيه حرب علي على سالم علي والله كنت ابي ابن ناحيه شكرا شكرا لتعزيز السوق مناحي الرجباني شكرا عزز السوق وحش الله يعطيهم العافيه علي اول من عزه مناحي قول لا اله الا الله لا اله الا الله خلهم يفتحون ظروفهم علي علينا ظروف ما يدرون وش الصدمه اللي تنتظرهم خلينا نشوف سالم وش عنده ما حد من سالم بيع سالم نشوف شوفه اقرب صوت عالي سكوت اقرب استخدام الجوال لمدة ساعة شاملة شامل تستخدم جميع التطبيقات سوي لي كل شيء لو تفتح بث قدمك اللي تبي تجربي والله هو اللي يستاهل اركب اي سالم سالم طاف الصندوق سالم خلنا نسمع نايف خروج القرية وش عنده نايف جالس صدقني ان ال 40000 اللي دفعتها ما راح تروح خسارة وانا صلوا على محمد يا عيال صالح صدقني ما تحس صدقني ما تحس باذن الله ما تحس ال 40000 اللي دفعتها ان شاء الله ما تكون خساره نايف قل له بكل اقر بقلوب مؤمنه مناحي اسمي وحدك يا مناحي ايه خروج من القريه لمده ساعه واحده فقط بدون جوال يا اسمع روح جيب ملابسنا من المقصد ما يمديك تصل بقاله الاخرى نايف يامر يامر اسف اسف يا عاد ما مع سياره مناحي وين مناحي اسف اسف يا نايف نايف اسف اسف سالم الخصم صدق والله لا تسوى ما في لعب كل شيء محسوم عند الاداره نايف نايف نقدر نشتري يا علي 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 أشكر أشكر كل الشكر للأستاذ مناحي على تعزيزه للسوق وعلى رفعه على رفعه للسوق والمزاد الله يبيض وجهك 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 دخل ان شاء الله ما عندي انا واللي ركب لك تركي انت ما قصرت يعطيك العافيه والله ركبهم في الحوض سام وانا ما عمنا ما قصرت لا انت بي مدح انت ناقص مدح بيض الله وجهك ان شاء الله اسوي مناحي وين ان شاء الله بيض الله وجهك انت مناحي على تعزيز السوق صدقيه هذا كله يقول علي 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 والله انا صدقيه الخصم اسمع ايه والجمس على سومتي كان كبار لا ما هو على الجمس ارجع ارجع وارجع وارجع يا عيال ايش تشاورونه ماني بمكم انا ترى صدق ولا مزح يا ما لا صدق ايش مزح اقرا
مكانها. شوف اللي بيبيع منهم يمكن نزاود عليه، يمكن يعجبنا شيء منهم ونزاود. يوم الطحن والميدان ما زاوت زاوت طارت الطيور بارزاق زاوت راس مدري. اسال وتلقى الجواب في ناظر عيوني. عيال خلاص عندي سؤال بعد اذنكم، بعد اذنكم يا شباب سكوت يا عيال بالله عليكم. ايه الحين عيال دقيقه، الحين اللي خذ 40,000 هذه ما تطلع ابراهيم، تطلع السجن. وش وضعه؟ انا نطق صح. طيب 40 وش وضعه؟ يقعد 16 ابراهيم هو يسدد. شفت الحماس والشجاعه، خلي الواحد يصير قدها. هذه ما هي شجاعه هذه. لا تكمل اعرف شو خاطر. سجن سامي. والله انا مهمة قل واتمنى كجاوب الصدق. طيب شفت ذولا كلهم اللي في الحوض يجيني بكره تنازل عن القيمه ما ادري ايش يجي فيه، ابغى خصم عليهم كلهم. ما في تنازل، يجيني تنازل بكره. ايش تنازل؟ ايش لا اعفاء اعفاء من وش؟ اعفاء عن النقاط. ما ابغى اعفاء، ما ابغى خصم. ما في اعفاء كفو عندي، ما في اعفاء كفو. يقول ما في اعفاء كلها يعني. لا يا حبيبي انت تقدم غامل. ما في، انا ببيع حصتي. يوم النزاد محتمل. انا ببيع. ما في قوانيني، فقرتي.